السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع، وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. إذا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة للجميع، مرحبا بكم في هذه النشرة الخاصة بحالة الطقس بالمغرب خلال يوم الجمعة 27 شتنبر 2024. فمن خلال هذه النشرة سوف نلقي نظر على التوقعات القريبة المدى والبعيدة المدى، وسوف نحلل الحالة الجوية التي سيمر بها المغرب خلال التوقعات القادمة بإذن الله، ونعطيكم تحليل يعني شامل للحالة الجوية المرتقبة بإذن الله. قبل الأخذ في التفاصيل إخواني الكرام، أكثر من 80% ما كيديروش لنا لايك وما كيشتركوش في القناة رغم أن المحتوى هادف، فالمرجو دعمنا ودعم هذا المحتوى لكي نستمر في نشر المزيد. دعمكم هو الذي يجعلنا نستمر إخواني الكرام. بالنسبة كما تشاهدون أخوك في الفترة الصباحية، فاحتمال إن شاء الله تكون بعض التساقطات لكن ضعيفة إخواني الكرام، مع احتمال كما تشاهدون تواجد هذا الضغط الجوي المرتفع وكذلك تواجد منخفض هنا في هذه المناطق الأطلسية، لكن كما تشاهدون بعض الخيوط الممتدة خصوصا للمرتفع ممتدة إلى هذه الخيوط كما تشاهدون تظهر لكم، هذه خيوط ممتدة لهذا المرتفع، كذلك خيوط تمتد إلى شمال إفريقيا، ما تؤدي إلى استقرار الأجواء في جميع هذه المناطق إخواني الكرام. كما تلاحظون سيطرة مطلقة لهذا المرتفع الجوي كما تشاهدون، وكذلك على هذه المناطق كما تشاهدون مرتفعات جوية تسيطر بشكل قوي على هذه المناطق. مع تواجد هذا المنخفض الضعيف سنرى إذا كانت هذه المرتفعات الجوية ستبتعد فاتحة المجال لدخول أي تساقطات مطرية بإذن الله. في هذا الفيديو سنعطيكم توقعات قريبة المدى، خذوا 3 أيام بعين الاعتبار والأيام الأخيرة، فاحتمال أن تغير بشكل كبير إن شاء الله، نتمنى خير خلال الأيام القادمة. اليوم الجمعة ربما تعرف بعض المناطق تسلل بعض القطرات الضعيفة جدا، مع احتمال أن تبقى ضعيفة جدا أقصى شمال المملكة، والمناطق الغربية قد تشهد أجواء غائمة مع ضباب في الفترة الصباحية، وأجواء غائمة في الفترة الصباحية قد تعطي بعض التساقطات المطرية الخفيفة والضعيفة على المناطق التالية، ربما تطوان كذلك الأصيلة والعرائش للميمونة وشفشاون. هذه التساقطات المطرية قد تكون ضعيف محليا على الرباط والدربيدة والجديدة والوالدية، وقد تصل حتى برشيد بعض القطرات إخواني الكرام ضعيفة جدا. المرتفعات الأطلسية تعرف بعض العواصف الرعدية على مناطق تبانت وكيمدن وكذلك إملشيل وأسول، تبدو ضعيفة إخواني الكرام خلال يوم الجمعة، وسوف نلقي نظر على التوقعات الأيام القادمة، فأمرنا مشاهدة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا الحالة الجوية المنتظرة بالمغرب بالتفصيل. وخلال أن في يوم السبت إن شاء الله فيتوقع كذلك أن تكون بعض الاضطرابات الجوية على أقصى أو المرتفعات الأطلس، لكن تبدو أمطار ضعيفة ومتفرقة خلال يوم الأحد، أمطار ضعيفة على أقصى الشمال المملكة مع احتمال أن تستمر الأجواء المستقرة. سنرى كذلك إن خلال يوم الاثنين دخول بعض الاضطرابات الجوية والأجواء غير مستقرة، قد تعرف بعض المناطق تساقطات مطرية محتملة ضعيفة على مناطق زوج الشيخ وإملشيل وأزيلال كذلك، ومناطق سكورة مداز وإفران وتبانت وكنول وإيساقن وشفشاون، وتساقطات مطرية تبدو ضعيفة متفرقة، وكذلك سيطرة البلوك القوي تبلغ قيمته كما تشاهدون إخواني الكرام 1023 هكتو باسكال، يعود ليعطي خيوط هنا في هذه المناطق، وهناك تواجد عدة منخفضات أطلسية في هذه المناطق كما تشاهدون. سنرى إذا كانت تتجه إلى المملكة هناك عدة منخفضات حول الله. خلال توقعات بداية شهر أكتوبر يتوقع بإذن الله كما تشاهدون هذا المنخفض الجوي بسبب كما تشاهدون هنا هذا مرتفع، وبالنسبة للمنخفض فهذا هو المنخفض إخواني الكرام، وما أدى إلى ذلك. فسنرى إذا كانت هذا المنخفض أو هذا المرتفع سيتجه إلى هذه المناطق، احتمال كبير أن يبتعد هذا المرتفع إلى هذه المناطق أو المنخفض الجوي كما تشاهدون باللون الأخضر يبتعد إلى هذه المناطق، وإذا كان هذا المرتفع الجوي سوف يتجه إلى الأسفل فاحتمال أن يتجه هذا المنخفض إلى المناطق المملكة وهذه المناطق، سنرى إخواني الكرام في هذا الفيديو. بالنسبة للفترة المسائية فكما تشاهدون فالمرتفع الجوي مازال يسيطر بشكل قوي ويبتعد، لكن إخواني الكرام مرتفع جد قوي، كذلك مع تواجد مرتفع هنا يمنع المنخفض الجوي من الدخول كما تشاهدون، احبس المنخفض الجوي من الاقتراب من المملكة هذا، وكذلك هذا ما زال هذا المرتفع في هذه المناطق كما تشاهدون في هذه المناطق، لكن مع هذا المرتفعين فصعب ان يدخل الى المملكه، صعب جدا اخواني الكرام لان المرتفعين يمنعون من الدخول الى المملكه، ربما اقصى شمال المملكه ربما تصل بعض القطرات المطريه الضعيفه جدا على مناطق العرائش والمرتفعات الاطلسيه، لكن اخواني الكرام هذه التوقعات ربما تعرف تغييرات كما تشاهدون، المنخفض فقط دخل الى اسبانيا والبرتغال كما تشاهدون بسبب الضغط الجوي الذي يتكون في هذا ما زال
مخيم عدنا المرتفع الله يبعده علينا، ما كتشادر اخوارا تساقطت مطار ضعيف على اقصى شمال المملكه، لكن التوقعات ان شاء الله قابله للتغيير مع احتمال ظهور بعض التساقطات المطريه او بعض القطرات الضعيفه التي تسربت من هذا المنخفض الجوي على تطوان والحسيمه والعرائش، رغم ان التوقعات نسبيا بعيده. ربما تغير وجهه هذا المنخفض ليدخل الى المملكه بشكل قوي وبشكل جد غزير. تساقطات محتمله البيضاء وكذلك برشيد ومناطق الوالديه وسيدي بنور وزان وتاونات وإساقن وكذلك مناطق شفشاون والمناطق الخطر بعد التساقطات المطريه بسبب تسرب هذا او بعد التساقطات المطريه الضعيفه. خلال يوم الجمعة بعض الأمطار ضعيفة على شمال أقاليم جنوب المملكة أو على قلميم. وبالنسبة لتوقعات يوم وكذلك السبت يتوقع أن تكون الأجواء نسبيا مستقرة مع سيطرة الضغط الجوي، مازال السيطرة الضغط الجوي بشكل قوي، الأزور سيضرب المغرب بشكل قوي، مازال يسيطر إخواني الكرام على العديد من المناطق المملكة بسبب هذا الضغط الجوي الكبير جدا، فما يؤدي إلى احتمال أن تستقر الأجواء. سنرى إخواني الكرام تراكمات الأمطار خلال الأيام القادمة. بالنسبة لتراكمات الأيام فكما تشاهدون هذا الأزور مازال يسيطر كإخواني الكرام، مازال هناك منخفض العديد من المنخفضات كما تشاهدون في هذه المناطق اخواني الكرام، عدة منخفضات صراحة منخفضات كبيرة، ولكن هذا المرتفع يتمركز في المحيط الأطلسي يمنع من دخول هذه المرتفعات، هذه المنخفضات يمنعها اخواني الكرام، فهذا المرتفع هو سبب عدم دخول اي منخفضات جوية، لكن ما زالت التوقعات نسبيا بعيدة، ولكن احتمال ان شاء الله شهر 10 اذا كانت الامور ستكون جيدة. شهر 10 غيبا لنا كل شيء اخواني الكرام ان شاء الله، اذا كانت شتاء في شهر 10 ان شاء الله تكون الامور مزيانة، نتمنى خير ان شاء الله. شهر 10 ما بقاش لي بزاف دا وقات لي شي سيمانة، المهم ان شاء الله يكون خير، نتفائلوا خير. بالنسبة نمشيو نضربوا شي طلة خوتي على النموذج الامريكي ونشوفوا توا النموذج الامريكي اش كيقول لنا. النموذج الامريكي راه شي مرات كيكون يعطيك شي تنبؤات كتكون اصح من النموذج الاوروبي، وهذه لاحظت شحال من مره اخواني الكرام، خصوصا في التوقعات القريبه. النموذج الامريكي كيعطيك كيعطيك مناطق التساقطات كيعطيك بدقه عاليه كثيره. بالنسبه للايام القادمه النموذج الامريكي فيشير لاحتمال تساقطات هنا وهنا، اما بالنسبه لتوقعات الايام القادمه فمازالت الاجواء عموما مستقره مع تواجد هذه المنخفضات العملاقه كما تشاهدون قرب المملكه، ولكن تواجد هذا المرتفع تبلغ قيمته 1022 هكتو باسكال ما هو الا سبب لعدم دخول هذه الاضطرابات الجويه الى المملكه ان شاء الله. بالنسبه لتوقعات الايام القادمه فيشير النموذج الامريكي احتمال سيطره الضغط الجوي مازال مسيطر ومازال يفرتت او يفكك المنخفضات الجويه بعدم دخولها الى المغرب كما تشاهدون اخواني الكرام، ما عدا بعض الاضطرابات الجويه وكما تشاهدون في تراكمات الامطار المتوقعه خلال 10 ايام القادمه، كما تشاهدون تراكمات جد ضعيفه ومحدوده على مناطق ابو عرفه وكذلك الرشيديه وميدلت وتنغير والأطلس الصعيب وبعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة وأقصى جنوب المملكة بعض التساقطات المطرية والعواصف المدارية التي قد تؤدي لبعض التساقطات الضعيفة محليا إخواني الكرام.